كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك في إطار لقاءات جلالته مع أبناء البحرين الكرام. وتشرف الأهالي بالسلام على جلالته أيده الله، معربين عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لجلالة الملك المفدى بمناسبة هذا الشهر الفضيل، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يعيده على جلالته أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى أهل البحرين بالخير والمسرات. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع شاكرا أهالي المحافظة الشمالية على شكرهم جلالته على مشاعرهم الوطنية الطيبة وجهودهم المخلصة في بناء وطنهم وإسهاماتهم في رقيه ورفعته، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تجمع القلوب على المحبة والوفاء انطلاقا من عاداتنا العربية الأصيلة وتراثنا البحريني العريق الذي يجمعنا كأسرة واحدة عبر تاريخ وطننا العزيز. مضيفا جلالته أن الالتقاء بالمواطنين الكرام في هذه المناسبة الفضيلة نستمد منه قوتنا وعزيمتنا للمضي قدما لتطوير مسيرتنا الوطنية المباركة، متكاتفين يدا واحدة على طريق الخير والتطور والإصلاح بمختلف أبعاده. معربا جلالته عن اعتزازه البالغ بالجهود الخيرة لجميع رجال ونساء البحرين المخلصين وأسهاماتهم لرفعة وطنهم ونهضته الشاملة نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا بعون الله، داعيا جلالته الله عز وجل أن يحفظ البحرين وأهله وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والمسرات. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب وفي ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل. كلمة أهالي المحافظة الشمالية يلقيها نيابة عنهم البروفيسور الدكتور عبد الله يوسف الحواج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمركم المديد لتنعم البلاد وينعم العباد بمزيد من الخير والنماء والرخاء. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نور الهدى وصلابة الإيمان بقدوم شهر رمضان المبارك، يسعدنا ويشرفنا أن نرفع إلى مقام جلالتكم العالي أسمى آيات التهاني والتبركات، داعين المولى جل وعلا أن يحفظكم ويوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم من أجل أيام نحلم بأن نصنعها معا ونعيشها معا ونحققها إن شاء الله معا. إنه لشرف عظيم لنا نحن أهالي المحافظة الشمالية لقائكم بنا يا صاحب الجلالة في هذه الليلة الرمضانية المباركة، وكلنا أمل ورجاء بأن يديم الله العزيز القدير على جلالتكم موفور الصحة وكمال العافية، ولوطننا الغالي مملكة البحرين كل أمن وأمان وتقدم وازدهار واستقرار وسلام. سيدي صاحب الجلالة، كم يطيب لنا وللأجيال من بعدنا أن يكون عهدكم الزاهر بما يرسخه من قيم الأصالة العريقة وما يصنعه من إنجازات وإصلاحات له أصدق دليل وأبلغ تعبير عن أن قيادتكم الحكيمة وحكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي يعملون جنباً إلى جنب في تناغم مستمر لتحقيق النماء والعطاء والرقي والمعرفة. إن بوصلة آبائنا وأجدادنا لم تخطئ أبداً رؤاها، فسارت على خطى الأولين مؤمنة برشادهم، متمسكة بمبادئهم، ومتواصلة مع عاداتهم وتقاليدهم. لذلك علمونا يا مليكنا المفدى إن المجالس مدارس كثابت أصيل جذره في الأرض وفرعه في السماء. لقد تعلمنا من جلالتكم الكثير. أرقى الخصال عندما يكون للرياح المضادة رأي آخر، وأنقى السرائر حين تهب على النفوس رياح غريبة. ولذلك سنظل دائماً وأبداً متمسكين بوحدتنا صفاً واحداً يداً بيد وكتفاً بكتف، أوفياء لأفضالكم مؤمنين حين يصبح الإيمان عصياً على من لا إيمان له، وحين يكون الفخر دليله القوي على أن العيش بكرامة وأمن وسلام يستحق أن نلقي على بعضنا البعض التحية والسلام. فسلام عليكم يا مليكنا الأبي، ونحن نستذكر والدكم والد الجميع الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه،
الذي رسخ هذا التواصل السامي من خلال المجالس كركن من أركان التلاقي بين القائد وشعبه. وها أنتم اليوم تواصلون المسيرة وتمضون على هذا النهج الكريم بكل إيمان وثبات وحكمة ووفاء. سيدي صاحب الجلالة، إننا في هذه الليلة المباركة يحيطنا كرم الوفادة وعلو المكانة في لقاء أهلكم أهل المحافظة الشمالية، وفي الوجدان شعور غامر بالفخر والاعتزاز بين قيادتنا الحكيمة الرشيدة والمواطنين الكرام، لنغرس في كل موقف وفي كل محفل وفي كل درب تلك العطاءات السامية التي نستمدها من المشروع الإصلاحي الكبير الذي وضعتم فيه جلالتكم مسارات العمل لمستقبل مشرق لكل من يعيش على أرض هذه البلاد الغالية. ننشد العمل المشرف لأجل المصلحة العليا للوطن، والتي اعتمدت فيه المحافظة الشمالية استراتيجية العمل التطوعي، فكان نتاجها مشروع بيوت الذي يستمد قوته من دعم أصحاب الأيادي البيضاء لانتشال الأسر المعوزة إلى واقع معيشي أفضل. لذا فإننا يا صاحب الجلالة نمضي بين عام وآخر لنسير على النهج الذي رسمتموه في أبناء البلاد في كل المواقف، كما هي مسيرتكم المباركة في دعم الأيتام والأرامل، وكما أردتم جلالتكم دائماً البحرين واحة للعمل الإنساني الخلاق والتطوعي المبارك التواق. سيدي حضرة صاحب الجلالة، في ضوء مجريات الأحداث والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم، يتحتم علينا جميعاً صيانة وحماية أمننا القائم على تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتعضيد دولة المؤسسات والقانون بما يحفظ الأمن والاستقرار العام ويصون السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي. وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى الأجهزة الأمنية كافة، متمثلة في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ورجالها البواسل الأوفياء، ممثلة في معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في إدارته للملف الأمني بكل حنكة واقتدار، داعين الله عز وجل أن يوفقه ويحفظه من أجل سلامة البلاد والعباد. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن مسيرة البحرين في التعايش والتلاقي الحضاري تحمل من المعاني الرفيعة الكثير، فهي النبراس الذي يضيء طريقنا. فكم تشرفنا نحن أهالي المحافظة الشمالية بجهود محافظها سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور وفقه الله، وجهود كوادر المحافظة لتأسيس مبادرتها الخلاقة كلنا شركاء في السلام، وهي رسالة تجمع كافة مكونات المجتمع البحريني في تبني ورعاية البرامج والمشاريع لتعزيز السلم الأهلي الذي يرتكز على رؤية المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة لحياة أفضل في مجتمع آمن للجميع. سيدي صاحب الجلالة، بين أيديكم الكريمة يتشرف أهالي المحافظة الشمالية بتقديم لوحة لفنان للفنان حسين عيسى تحمل معاني التسامح والتعايش وتكريس قيم الاعتدال، حيث يجسد هذا العمل التشكيلي رمزاً إلى عبور جلالتكم بسفينة الوطن وما تمثله لكافة مكونات المجتمع البحريني بأصوله الدينية والعرقية والطائفية من مناطق الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة إلى بر الأمان والسلام. سيدي صاحب الجلالة، كلنا ولاء وانتماء إلى وطن عظيم في رجاله وتاريخه وحاضره ومستقبله تحت راية جلالتكم
الخفاقة دائما. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه عبر محافظ الشمالية سيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور عن بلغ الاعتزاز وعظيم الشرف بهذا اللقاء السنوي الرمضاني الكريم الذي يتشرف فيه أهالي المحافظة بالالتقاء بجلالة الملك المفدى والفخر بحديثه السامي وتوجيهاته الكريمة. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بكلمة تهنئة للحضور بهذه المناسبة المباركة. نشكركم يا إخوان على الزيارة، مبارك لكم في الشهر، إن شاء الله أن الله يعيد عليكم بالخير الصحة والعافية. نشكركم على المحبة وعلى الإخلاص وعلى نهضة البحرين اللي تمت بكم وبجهودكم. وأنا من جهتي تعرفون معكم نهدف إلى المحافظة على أمننا واستقرارنا ونمونا وعاداتنا وديننا ومذاهبنا، ولا تغيير إلا للأفضل بإذن الله. كل عام وأنتم بخير.